شويه حاجات خاصه بالاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري مواجهه بكره، وبعد شويه هقول لكم مين حكم اللقاء. حكم اللقاء لازم تعرفوه كويس، بعد شويه هقوله لكم يعني ان شاء الرحمن. هو مش فزوره، هو راجل ادار مباراه كانت فيها برضه نادي الزمالك. فرسمي خلاص محمد معروف، كابتن محمد معروف رسمي خلاص. ربنا يسهل ان شاء الله الرحمن. طيب الاتحاد السكندري عنده مواجهه مع الاهلي بكره. الاتحاد السكندري يعني فرقه كويسه، جابت مدير فني عالي جدا له كل مكانه وتقدير عندنا وعند كل الجماهير المصريه، كابتن حلمي طولان، ومعاه كابتن وليد صلاح كمدير للكره. لكن الاتحاد السكندري عنده بعض الارقام يعني هنستعرضها مع بعض كده، وان شاء الله الرحمن لما يدخل ضيوفنا كابتن حماده وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال هنتكلم فيها. الاتحاد السكندري مثلا عنده مشكله في الثلث ساعه الاخيره او النص ساعه الاخيره من خلال الارقام قدامكم اهي. مثلا يعني استقبل اهدافه هو نادي الاتحاد السكندري من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 15 ست اهداف وربع، قول ست اهداف يعني اوكي. من الدقيقه 15 للدقيقه 30 12 هدف، من الدقيقه 30 للدقيقه 45 عنده 12 هدف برضه، من الدقيقه 45 للدقيقه 60 ست اهداف مثلا يعني. سيبك من الحاجات التفنيده دي، بصوا بقى اللي جاي ده. من الدقيقة 60 للدقيقة 75 دخل فيه يعني النسب طبعا مش 6 أهداف، آسف أنا بتكلم نسب يعني نسب 6% و12% و12% و6% دخل فيه 31% من الدقيقة 60 لحد الدقيقة 75. 31% من الأهداف دخلت في مرمى الاتحاد السكندري، هو أكبر محصلة أهداف دخلت في شباك الاتحاد السكندري في الدوري، يعني أكبر فرقة دخل فيها أهداف الاتحاد السكندري. لكن مع حلمي طولان ما تستنوش الأمر ده يتكرر. كابتن حلمي طولان من أحسن الناس اللي بتعمل جيم دفاعي كويس قوي لما بيحب يعمل جيم دفاعي. من الدقيقة 60 للدقيقة 75 دخل فيه 31.4%، ومن الدقيقة 75 لحد الدقيقة 90 دخل برضه من نفس المعدل 31.4%. طيب يعني ده يبين لك ان الاتحاد السكندري في اخر الجيم بيتاثر شويه بقى، تقول يتاثر بالحته التعب الاجهاد، فان المستوى التركيز بيقل فالدنيا بتتلخبط معاهم. فمن الدقيقه مثلا 30 او اسف من الدقيقه كام، الدقيقه 60 لحد الدقيقه 90 يعني النص ساعه الاخيره دخل فيهم 60% او 62% من الاهداف اللي دخلت فيهم، 62% من الاهداف في النص ساعه الأخيرة. طيب أسيبكم بقى مع المتعة والمزاج والحاجة الحلوة جدا جدا جدا، يعني الحاجة اللي هي بتاعت بلس 90، الحاجات المؤثرة شوية، الحاجات اللي فيها متعة جامدة جدا، الحاجات اللي أنت يعني تقول ياه ياه. تعالوا نشوفوا أهداف الدقيقة 90 وما بعد الدقيقة 90 مع نجومنا يعني في فترة زمنية كبيرة جدا. آسف لو ما حصرناهاش بشكل كامل، لكن بشكل كامل لكن أعتقد إن هي واخد عدد كبير جدا من الأهداف. اتمزج كده وخد نفس طويل جدا وانت بتتفرج على فرقتك وانت بتتفرج على نجومك وانت بتتفرج، يعني ايه تلعب لحد اخر نفس، يعني ايه من اول ثانيه لاخر ثانيه ما تسيبش الملعب ابدا ولا تسيب التلفزيون ابدا، لان ممكن الاهلي يعملها في اي لحظه.